بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الثاني. تعرفنا أحبائي في التمرين السابق على كيفية حل نظام خطي مكون من معادلتين في مجهولين والآن نتعرف على كيفية حل نظام خطي مكون من ثلاث معادلات في ثلاثة مجاهيل. في البداية كما تعودنا أن نكتب هذا النظام الخطي في شكل مصفوفة موسعة. فالمسطوفة الموسعة التي تعبر عن هذا النظام يمكن كتابتها بالشكل التالي. هنا معاملات المعادلات 2 سالب 5، 5 ثم الناتج وهو 17. 1 سالب 2، 3، 9، سالب 1، 3، 0، سالب 4. كما تعودنا أننا في البداية نود أن نضع هذه المصفوفة في رو إشلون فورم بمعنى أن يكون أول عنصر ليدنج 1 هو عبارة عن واحد وتحته أصفر فإذا أردنا أن نجعل هذه الاثنين واحد يمكننا أن نقسم هذا الصف على اثنين ولكن هنا سيظهر لنا قصور و نحاول أن نبعد عنها قدر الإمكان حتى لا تتعقد معنا الحسابات ما يمكننا أن نبدل الصف الثاني مع الصف الأول لماذا؟ لأن أول عنصر في الصف الثاني هو واحد فتكون المصفوفة بالشكل التالي بعد إبدال الصف الأول مكان الصف الثاني واحد سالب اثنين ثلاثة تسعة اثنين سالب خمسة خمسة سبعة عشر سالب واحد ثلاثة صفر سالب أربعة ماذا نفعل كي نجعل هذه الاثنين صفرا؟ يمكننا ضرب الصف الأول في معكوسها الجمعي في سالب اثنين ونجمع عليها فتصير صفرا كما تعلمنا من قبل إذا نضرب الصف الأول في سالب اثنين ونجمع الناتج على الصف الثاني واحد سالب اثنين ثلاثة تسعة واحد في سالب اثنين بسالب اثنين موجب اثنين بصفر سالب اثنين في سالب اثنين بأربعة سالب خمسة سالب واحد سالب اثنين في ثلاثة بسالب ستة موجب خمسة سالب واحد سالب اثنين في تسعة بسالب تمنتاشر موجب سبعتاشر سالب واحد أيضا والصف الثالث يكتب كما هو الان نود ان نصفر هذا العنصر لحسن الحظ انه هو عكس الصف الاول في الاشاره فاذا جمعنا الصف الاول مع الصف الثالث حولنا هذا العدد الى صفرا ار واحد زائد ار ثلاثه الصف الاول الثاني ليس فيهما شيء نكتبهما كما هما 1 واحد 1 واحد صفر سالب 2 موجب 3 1 3 موجب صفر 3 9 ناقص 4 5 كما تعودنا لا بد أن يكون أول عنصر من اليسار في الصف الثاني واحدا فبدأ من يمكن أن نفعلها بطريقتين يمكن أن نضرب هذه المعادلة في سالب 1 فيتحول هذا إلى سالب 1 ولكن إذا نظرنا إلى الصف الأخير لو وجدنا أن أول عنصر ب هو واحد، فيمكننا إبدال الصف الثاني مكان الصف الثالث. الآن نود أن يكون هذا العنصر صفراً، ماذا نفعل لو جمعنا الصفين الثاني والثالث؟ لأن لأن العنصر الذي فوقه هو واحد بعكس الإشارة، يكفينا الجمع إذا جمعنا الصف. الثاني مع الصف الثالث صار الناتج هكذا واحد ناقص واحد صفر ثلاثة ناقص واحد اثنين خمسة ناقص واحد بأربعة الآن نود أن يكون هذا العنصر واحدا لأنه أول عنصر في الصف leading one لابد أن يكون واحد. هذا هو leading element لابد ان يكون واحد فنقسم الصف الثالث على اثنين بمعنى ان نضرب الصف الثالث في نصف فتصير المصفوفه الموسعه كما يلي. الان بحمد الله وصلنا الى الصوره المختزله وهي رو اشلون فورم لهذه المصفوفة الموسعة الآن نبدأ في التعويض الخلفي، هذا الواحد هو معامل المتغير الثالث ألا وهو زد وهو يقابل الاثنين، إذا زد تساوي اثنين، نبدأ في التعويض في الصف الثاني واحد هذا هو معامل الواي زائد ثلاثة وهو معامل الزد، كم كانت قيمة زد في؟ الصف الثالث اثنين ثلاثة في اثنين يساوي خمسة اي ان واي زائد ستة تساوي خمسة واي تساوي سالب ستة موجب خمسة يساوي سالب واحد نعوض بقيمة زد وواي في المعادلة الاولى نحصل على قيمة الاكس. واحد هذا معامل x سالب اثنين هو معامل الواي كم حصلنا على الواي سالب واحد زائد ثلاثة معامل الزد كم حصلنا على الزد اثنين يساوي تسعة أي أن x موجب اثنين زائد ستة يساوي تسعة x تساوي تسعة ناقص ثمانية تساوي واحد، وبهذه الطريقة حصلنا على المتغيرات، ولكن بشكل خلفي. فحصلنا أولا على الزد أنه يساوي اثنين، ثم حصلنا على المتغير y، وعلمنا أنه يساوي سالب واحد، وفي النهاية حصلنا على المتغير x، وقيمته تساوي واحد، ولهذا سمي تعويضا خلفيا.